السلام عليكم. عيني بالنسبة لمحاضرات الأجنة راح يكون بس التعليق مالتي هو المطلوب على كل سلايد، يعني أنت مو مطلوب منك تحفظ السلايد كله للظروف الحالية ولضيق الوقت، فبس التعليق اللي يعني شرح المختصر لكل سلايد هو المطلوب منكم أن تعرفوه. أوكي، إن شاء الله موفقين وإن شاء الله بالنجاح دائما. السلام عليكم. المحاضرة الأولى Cardiovascular System. Before third week of development, embryo has its nutrition by diffusion. هاي المطلوب منكم أن تعرفون أنه قبل تكوين البلد فيسل كان يتغذى الجنين بواسطة simple diffusion، لأن هو كائن حي يحتاج تغذية. أوكي، بعدين ورا الأسبوع الثالث راح تتكون angiogenic clusters. angiogenic clusters هاي بداية الأوعية الدموية، تكوين الأوعية الدموية، وأصلها من الميزودر. هذا فقط مطلوب اللي تعرفوه. هذه الكلاسترز بعدين راح يصير بها canalization. they are canalized to form blood vessel and form primitive blood cell. أول مرة كريات الدم الحمراء كانت primitive blood cell، بعدين هذه تروح تموت by programmed cell death وتحل محلها fetal blood cell. هسه نشوف الشكل A. هذا الجنين كان عبارة عن صفيحة جرثومية، وهذه الخلايا اللي تحيط بالمنطقة الرئيسية مال الجنين هي الانجيوجينيتك سيل كلاسترز. هذا المقطع B، الشكل B، هذا مقطع أرضي بالجنين، وأيضا واضح أن طبقة الإكتودرم إندودرم وبيناتهم الميزودرم، وهنا مكان الانجيوجينيتك سيل كلاسترز. وأما شكل C فيبين لنا مكان تكوين القلب، وهو في مقدم، يعني قبل النهاية الرأسية مال الجنين، قبل الرأس، يعني يكون أمامي بالنسبة للرأس مال الجنين. الجنين نعرف عنده نهاية رأسية هي سيفاليك إند، والنهاية الذيلية اللي هي كودال إند. بالنسبة للفيتال بلاد سيل أصلها من اليوكساك، بعدين تجي باي migration تمشي توصل للمكان اللي راح يكون الكبد، اللي هو بالنسبة للجنين hemopoietic system، يكون يولد خلايا الدم الكبد liver. then an adult hemopoietic system تعرفون هو البون مارو. أو مثل ما قلنا angiogenic cell clusters، بعدين راح يصير يعني بداخلها قناة. أول مرة كان فتشي يشبه الحدوة مال الحصان، مثل رجل الفرس يو شيب، كانت تحيط بمكان القلب، وكانت عبارة عن شيء صدد ما بي فراغ، بعدين صار بي فراغ canalized to form يو شيب endocardial heart tube. فإذا أول ما يبدي يتكون هو الإندوكارديال هارت تيوب، كان القلب على شكل تيوب. وهذا أيضا الشكل يبين لنا الأمنيوتيك كافيتي من فوق، من جوا اليوكساك وبيناتهم الجنين، الجنين اللي كان على شكل شيء يشبه شيء في البرتقال، وموجود بين تو ساك الفوق أمنيوتيك كافيتي، أمنيوتيك ساك، والجوا هو اليوكساك. وده نشوف موقع القلب، يكون الهارت مأشر، ده نشوف البيريكارديال كافيتي، ده نشوف مكانه شلون بالجهة الأمامية من الرأس، يعني قبل الرأس، يتقدم عن الرأس. أوكي، من الجهة الأمامية للسيفاليك إند أوف إمبريو. بالنسبة للجزء الأمامي الوسطي من هذا التيوب هو الكارديوجينيك فيلد اسمه. احنا مو قلنا راح يتكون الاندوكارديال تيوب،
الجزء الأمامي الوسطي منه نسميه cardiogenic field، وهذا cardiogenic field مكانه anterior tobacopharyngeal membrane. tobacopharyngeal membrane إذا تذكرون قلنا هذا يكون الفم بالمستقبل، الحلق حلق الإنسان. tobacopharyngeal membrane و neural tuberal membrane. أول مرة tobacopharyngeal membrane وراء neural tube على شكل أنبوب، وقدام tobacopharyngeal membrane رح يصير cardiogenic field. الفراغ اللي داخل الجنين قريب على الكارديوجينيك فيلد هذا هو راح يكون النواة للبريكارديال كافيتي بريمورديوم، اللي هو شلون نقول برعم مال البريكارديال كافيتي. ولازم نعرف انه الهارت بيتينج يبدي في الاسبوع الرابع، كل شيء من نقول في الاسبوع الرابع يعني في نهاية الاسبوع الرابع من النمو. احنا قلنا الجنين يكون مثل الورقة وبعدين ينطوي انطواء سيفالوكودال، يعني من اتجاه الرأس والقدم ينطوي، وبنفس الوقت ينطوي lateral folding من الجهتين حتى يكون في نهاية الشهر الأول هو كان ورقة. شلون صار يشبه شي في البرتقال؟ انطوى منا ومنا انطوى من كل الجهات، فهذا دا يمثل لنا، هاي الرسوم دا تمثل لنا انطواء الجنين. الجنين هو هذا الأزرق، إذا نشوف الأزرق لونه أزرق هذا الجنين وشلون دا ينطوي، أوكي؟ ولا يزال هو موجود بين كيسين، اللي فوق هو الأمنيوتيك كافيتي واللي جوه هو اليوكساك، وكلهم أشهر حسب التأشير تشوفوا. ما مطلوبة الرسوم، ما طبعا ما مطلوبة منكم الرسوم. هسه شلون يتكون الاندوكارديال هارت تيوب؟ The cardiogenic field deviated ventrally and caudally. احنا مو قلنا الجنين يظل ينطوي، يظل ينطوي. هو كان الكارديوجينيك فيلد امام الرأس، يعني قبل الرأس. لما ينطوي ينطوي الرأس، هسه احنا نتصور راسنا ونظل ننزل النزلة بحيث الوجه مالتنا ينطبق على البطن مالتنا، هل يعني نطبق الوجه إذا نقدر على صدرنا. فش راح يصير؟ كل شيء أمام الرأس ش راح يصير؟ وين يروح؟ يروح يصير منطقة الصدر. فإذا هو هذا اللي دا يصير، هذا من السيفالو كودال فولدينج راح يظل ينطوي الرأس إلى 180 درجة، فبذلك يوصل منطقة السيرفايكال ريجن بعدين الثوراسيك ريجن. هو هذا الكارديوجينيك فيلد. تذكرون قلنا السيفالوكودال فولدينج بنفس الوقت يرافق لاترال فولدينج، فاللاترال فولدينج ايش راح يسوي؟ يطوي الذراعين مال اليو شيبت هارت تيوب. هارت تيوب مو يشبه حرف يو، حرف اليو بذراعين، اوكي؟ هاي الذراعين راح تنطبق من اللاترال فولدينج، يعني تصوروا الجنين كان ورقة وطبقناها، طبقنا الورقة، فشي يصير اليو شيب راح تنطبق تصير تيوب واحد، بدل ما كانت على شكل يو تصير سينجل هارت تيوب. زين، فهذا التيوب راح ينمو بعدين، بين ما ينمو هو مؤقت يتصل بالبريكارديال كافيتي، هو تيوب يتصل بهاي الكافيتي بواسطة ميزوديرم، فنسميها ميزوكارديوم، يعني فتشي يخلي يعني يربط رابط بالبريكارديال كافيتي، فنسميه ميزوكارديوم، هذا مؤقت بعدين يختفي هذا الميزوكارديوم. احنا نعرف القلب ما متصل بشي بالشغاف حوله، فهذا الميزوكارديوم يروح يختفي ويترك الاثر مالته ترانسفيرس بريكارديال ساينس.